شيئان ضروريان في فهم نصوص الوحيين. هذان الشيئان هما اللغة العربية وأصول الفقه، وهذه لا بد منها في فهم مرامي كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا لا يتصور إنسان يتحدث في معاني القرآن والسنة ولم يتمهر ولم يشتد عوده في أصول الفقه، هذا لا يتصور، لأن تلك آلة، لأن تلك يعني علوم أصول الفقه هي آلة فهم هذه الشريعة. فهذان شيئان أبدأ منهما باللغة العربية، الناظر في القرآن وفي السنة لا بد له أن يكون من طلبة العربية. أنا لا أتصور إنسانا يدرس نصوص الوحيين أو يدرسهما وهو في العربية غير ذي باع، لا مناص من وجود الغلط في كلامه، لا يتصور إلا ذلك. الآن عندما تقرأ، وأحيانا هذا قد يأتي حتى في السور، في الأحاديث وفي السور التي تكثر قراءتها ويسبقك إليك فهمها، لكنه فهم غير مبني على العربية، هو من جملة ما يقال فيه، هذا واضح، يستغرب السائل فيه السؤال. من أذكر مرة جاءني شاب ممن كانت له دالة علي، يستفهم عن مسألة، فقال: يا فلان، ما حكم الإكثار من الحلف بالله؟ فرأني أتلكأ وأتباطأ وأتمهل وأمشي الهوينة في جوابه، فهو يعني فصبر إلى أن صبر، ثم غلبه الذي يجيد، فقال: يا شيخ، بين يعني ظهر أنت، ما وجه هذا التأخير كله في جوابك؟ فقلت له: كيف يعني هي واضحة ظاهرة؟ قال: الله تعالى يقول: لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فقلت: طيب، أنا عندي سؤال. قال: تفضل. قلت: ما معنى الجعل في قول ربنا: لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم؟ ما معنى الجعل؟ فسكت. فقلت له: ما معنى عرضة؟ فسكت. فقلت له: ما معنى جعل شيء عرضة لشيء؟ فسكت. فقلت له: الغريب في الأمر أنك لا تفهم الآية من جهة مفرداتها، ولا تفهمها من جهة التركيب، لأنك أحيانا قد تفهم المفردات ولكن يعمى عليك التركيب. قلت: ومع ذلك فأنت تستنبط الحكم من الآية، هذا فتح من الله عليك، أن يغبى عنك علم المفردات وعلم التركيب ومع ذلك تستطيع الاستنباط. هذا كثير في تعامل الناس، يقول لك: هذه باينة. كيف باينة؟ ما الذي جعلها بينة ظاهرة واضحة؟ الجهة الأخرى التي ينبغي للطلبة أن يعتنوا بها هو علم أصول الفقه. هذا علم، هذا مفاتيح فهم النصوص، ومن غاب عنه غاب عنه الفهم الصواب. طيب، عندما يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تعرفونه: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والمشهور الذي اللفظ المشهور عند الفقهاء والأصوليين ويذكرونه في كتبهم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رفع عن أمتي الإثم، إثم ما أخطأوا فيه وما نسوه وما استكره، أو رفع عن أمتي القضاء ما أخطأ فيه وما أكره عليه. وهذا هذه المسألة التي هي مسألة أصولية يبنى عليها مسائل الفقه. من أكل أو شرب نسيا في نهاية رمضان، هو رفع عنه إثم ذلك فلا يأثم ولكن يطالب بالقضاء، أم رفع عنه قضاء ذلك ولا تحتج عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب نسيا فإنه إنما أطعمه الله وسقاه، لأنك لم تأتي بما يرفع الخلاف. من أكل أو شرب نسيا فليتم صومه، يعني فلا إثم عليه وليتم صومه وليقضي، أو لا يحتاج إلى قضاء، محل خلاف بين العلماء.
الشاهد عندي أنا لا أحب، لا لست الآن في مجال ترجيح قول على قول، أنا في مجال بيان أمور تنتج لك فروعا يختلف فيها الفقهاء تظنها ظاهرة وهي غير ظاهرة إذا عرفت مآخذ العلماء في الاختلاف فيها. كل الناس يقولون إن اليقين لا يرفع بالشك، وهذه قاعدة عند الفقهاء مجمع عليها، محل إجماع، لكنك في 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 تطبيق القاعدة تجد الناس يختلفون مع اتفاقهم على أصلها. طيب مثلا يقولون يسألونك عن ذاك الذي قد توضأ ثم لما جاء وقت الصلاة حضر وقت الصلاة يشك، هو شك هل ما زال على وضوئه أم ليس، أم أن وضوءه منتقض. الجمهور يقولون أنت على وضوئك، لماذا؟ لأن اليقين لا يرفع بالشك. جميل. المالكية يقول له لا أنت وضوءك منتقض، فيقولون الجمهور يا معشر المالكية هداكم الله، كيف لا اليقين لا يرفع بالشك؟ يقولون نعم، ونحن نعملها أيضا هذه القاعدة في هذا الموضع، لكن يا معشر الجمهور أنتم أعملتوها في الطهارة ونحن نعملها في الصلاة، لأنه إذا صلى بهذا الوضوء الذي يشك فيه فإنه لم تبرأ ذمته بيقين، وذمته عمرت بيقين، واليقين لا يرفع بالشك. جميل. فيقول لهم طيب هذه سلمناها مسألة تحتمل النظر، فما قولكم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في مسلم وحديث عباد بن تميم عن عمه في الصحيحين، شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف أو لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يقول الجمهور هذا دليل واضح عليكم يا معشر المالكية. نقول لهم رضي الله عنكم يا معشر الجمهور، لكن على رسلكم شوية، ترى المالكية أيضا لهم يعني كلام يقولونه على رسلكم. وطيب ماذا تقولون؟ نقول انظروا إلى كلام إلى رواية الحديث، كيف يقال شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت تشكو من الشيء يقع لك مرة واحدة، أم تشكو من الشيء يتكرر عليك حتى يؤذك ويزعجك؟ من شك هو عادة، أنا لا يعترني شك في وضوئي، لكن اليوم شككت، ما الإنسان ماذا يفعل؟ عامة الناس علماؤهم وعمامهم، هذا الذي يشك والله أنا ماذا يفعل؟ غالب الناس تذهب وتتوضأ تقول والله ما علي، لكن إذا صرت أشك في اليوم في الظهر ثم لجاء وقت صلاة وقت العصر شككت، وقت المغرب شككت، وغد أنا ما هذا صار مشغلة، فهذا الذي يشكى منه. فيقول المالكية شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث يحملونه على الذي استنكحه الشك. يقول الجمهور أنتم أعملتم فقط جهة من الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف ولا ينفتل، ولكنكم أهملتم شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندنا قول ثاني في مذهب المالكية هو قول ابن القاسم أن هذا خاص بمن هو في الصلاة، شكي إلى الرجل إلى رسول الله، الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. أنت لست في الصلاة، من كلمك؟ من قال لك أنت داخل في هذا الحديث؟ الشاهد عندنا هو أن هذه الأنظار لابد من اعتناء الطلبة بهذين البابين. عندما يقول الفقهاء، عندما يتكلم الأصوليون عن مسائل السبر والتقسيم، هذه تجدون لها ثمرات في الفقه من هذا القبيل الذي يزعم الطلبة، يزعم الناس أنه من الأمر الواضح. مثلا الكلب أعزكم الله عند الجماهير عند الشافعية والحنابلة والحنفية نجس. طيب تقول لهم المالكية يعدونه من الأعيان الطاهرة، لماذا يا الجمهور يقولون تقول النجس؟ يقول لهم يقول الجمهور وعجبا لكم يا مالكية، أنت ما تقرأ الحديث؟ أنت ما ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 7 مرات، طهور إناء أحدكم، كأن أين أنتم عن هذا الحديث؟ الله يهديكم. فنقول آمين، لكن اربعوا على أنفسكم واسمعوا. الجمهور لماذا يحكمون على الكلب أعزكم الله بأنه نجس؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 7 مرات. الطهور يكون من شيئين، إما من نجس وإما من حدث، هكذا يقول الجمهور ولا لا؟ طهارة من النجاسة وطهارة من الحدث. الإناء يتصور منه الحدث؟ لا، فلم يبقى إلا النجاسة. جميل. قال الملكية رضي الله عنكم لكن هذا سبر ناقص. طيب فيقولون لنا أتموه،
نقول ألم تسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو معروف الحديث، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم. هاي الفم يتصور منه الحدث؟ لا، هاي الفم موضع للنجاسة. ما أدري أنا يتصورني يقع فيه؟ لا. إذن ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل هذه الكلمة مطهرة أي طهور كذا من شيء لا هو حدث ولا هو نجس. فإذا لابد من وجود قسم ثالث، ما هو؟ هو القدر، هو المستقدر. فلذلك قال مالك رحمه الله قال هذا 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 الغسل، هذا الغسل، غسل الإناء من ولوغ الكلب، هو غسل ليس للنجاسة وطبعا ليس للحدث. فقيل له لماذا يا فلان؟ قال لا أدري لأي شيء هو، العلة لا تطالبوني بها فأنا لا أعرفها، لكني أعرف أنها ليس للنجاسة. وهذا الذي قال فيه مالك لا أعرفه، هو غسل تعبدي، تعبدي إلى لا تدرك علته. من الطريف وهذا الاستعجال الطلبة واستعمالهم أحيانا لدليل لا يدرون ما وجه الدلالة منه، هذه مشكلة. هذه تستعمل دليلا لكنك لا تدري وجه دلالته على ما تستدل به عليه، هذه من الغرائب. يقول لك مسألة فلانية تجوز، الدليل على ذلك حديث كذا، طيب لكن كيف وصلت من الدليل إلى المدلول؟ هذا 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 الانتقال المنطقي المتعقل من الدليل إلى المدلول، كيف وصلت إليه لا يدري. المهم أن هذا الدليل على هذه، ولكن كيف استدللنا به الله أعلم. في هذه القضية لما كنت أدرس في الجامعة فأتينا إلى مسألة طهارة الكلب ونجاسته، فذكرت قضية المختبرات وكذا، فقال لي الطلبة يا شيخ لا هذا الكلام بالعكس، هذا الآن الميكروبات تدل على صحة قول الجمهور. قلت كيف؟ قال لأنه لوجود الميكروبات هذه والجراثيم في لعاب الكلب. فسألته ما العلاقة بين الميكروب والنجاسة؟ ما العلاقة؟ هذا ميكروب مجهري، جراثيم مجهرية، ما العلاقة بينها وبين النجاسة؟ فسكت هو. يعني هذا الدليل وهذا المدلول، وش العلاقة بين الدليل والمدلول؟ الله أعلم. المهم هذا الدليل وهذا المدلول. ولكن أحب أن أذكر الطلبة أن هذين الأمرين هامان لكل من أراد أن ينظر في كتاب ربنا وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نظر عالم.